فضيلة الشيخ وفقكم الله، في تفسير قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قد روي عن بعض السلف استوى بمعنى استقر، هل هذا تفسير صحيح؟ نعم، يقول ابن القيم لهم عليها عبارات أربع، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، فيفسر استقر صعد على ارتفع، كلها فسر بها السلف. نعم.